السبب ديال انسحاب النقيب بوعشرين هو انه اقتنع بانه بوعشرين داير داكشي وانه ما يمكنلوش يجاريه، ما يمكنلوش يمشي هو مع 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 المتهم ولو انه خاطئ. المبدا ديال الدفاع هذا مبدا من المبادئ الساميه ديال الدفاع، هو انه المحامي يجي يدافع على واحد الشخص من اجل الوصول الى الحقيقه ويدافع عليه باش ياخذ حكم مخفف، ماشي انه يمحي الجريمه. ما يمكنش استاذ زيان، مع الاسف استاذ زيان نقيب زيان، انا هي قبيله كنت في الرباط وتلاقيت شي زملاء وقالوا لك لا حول ولا قوه الا بالله، استاذ زيان كان تخصو بحكم لاج ديالو يمشي يرتاح بحاله، لان هادشي اللي تيدير ماشي معقول وماشي مهنه وماشي محاماه، لانه تيشوف حاجه وتيقول حاجه اخرى. وانا تناكد لك انه استاذ نقيب زيان مني تيشوف شي حاجه يعني ضد الموكل ديالو تيخرج للراي العام باش يقول العكس ديالها مباشره. هو بوعشرين دفع الاستاذ زهراج، هو خرج يقول لهم استاذ زهراج دفع بوعشرين. شو على مستوى فين كاين؟ تنعتقد بانه الناس خصها ترجع لجد الصواب وتخلي هذا الجلسه تزيد. هو بوعشرين وصل تيعرف راسو بانه وصل للنهايه ديال الملف ديالو باش ياخذ الحكم، هو عارف بانه داك الشيء راه دايره ومآمن به وتعقل، تأخر الحكم، هي تأخر عليه الحكم، هذا اللي تنقدر نقول لك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد.